طيب خلينا نروح للناس برضو اللي هي زي ما قلنا كده في البداية، اللي هي بتتبع النظام علشان تخس أخس سمنة موضعية بقى. طيب للأسف الدايت أو يعني ما بيخسسش منطقة معينة، وعموما في مصطلح أو في معلومة غلط عند بعض الناس اللي هو أنا يا دكتور أنا أكلت مش عارف إيه خسست لبطني، أو أكل إيه علشان أخسس منطقة معينة. ده ما فيش حاجة غلط، المعلومة دي غلط، ما فيش حاجة كده أصلا، ولا يعني ملهاش أي أصلا ملهاش دليل علمي إن هي تدل على كده، لأن أي حاجة تدخل عن طريق الفم هتنزل في المعدة وتبدأ الجهاز الهضمي يشتغل معي، فما فيش حاجة هتاكلها هتخسس لي منطقة معينة، وما فيش حاجة سواء أكل أو مشروبات هشربها هتخسس لي برضو منطقة معينة، ولا حتى كمان الأدوية أقدر أخد نوع دواء يخسس لي منطقة معينة. أي حاجة هتدخل عن طريق الفم هتشتغل على الجسم ككل، وهتبدأ تتبع حتة السمنة الكلية مش السمنة الموضعية. ليه ده احنا بنسمع المشروبات، في مشروبات معينة كده؟ أنا بسمع حاجات كتيرة جدا بصراحة يعني. يعني بالذات المشروبات ما عرفش إيه على إيه وعلى الريق، وهتقلل من منطقة الكرش اللي تعبى كل الناس وزي. طيب أنا هقول حتة على الريق، الريق دي غلط جدا إن أنا آخد حبة توابل، أنا بسميها شوية توابل بصراحة على الصبح، دي غلط خالص، ما ينفعش آخد شوية توابل على معدة فاضية. مبدئيا حتى الكافيين كمان ما اقدرش اخده على معده فاضي، لازم يتاخد بعد الفطار، سواء نسكافيه قهوه اي حاجه من الحاجات دي لازم يتاخد على معده مليانه ويتاخد بعد الفطار، علشان بس ما ارهقش الجهاز الهضمي، لان الجهاز الهضمي انا هحتاجه معايا يكون قوي ويكون مفيد معايا، يقدر يفيدني كمان في مرحله الدايت، لان هو لو عندي فيه مشكله هيعمل لي مشاكل في الجهاز، مشاكل كمان في الجهاز الهضمي، لو في مشاكل هيعمل لي مشاكل في العصر الهضم، هيعمل لي مشاكل كمان في ان هو مش هيقدر يهضم الاكل، فيضطر كله يتخزن بقى ويتخزن في صور الدهون، وده كده بيعوق لي المسيره اكتر يعني. طبعا. طب والميه السخنه بقى اللي بنسمع عنها، او مش هنقول سخنه، هي ميه دافيه علشان اول ما نصحى من النوم. الميه الدافيه زي الميه العاديه زي اي ميه، هي الميه بس على معده فاضيه بتبدا تزود معدل الحرق معايا، ملهاش دعوه سخنه عليها حاجه مش على حاجه، دي غلط خالص. كلها غلط، معتقدات خاطئه. بنسمع حاجات غريبه بصراحه يعني، مش عارف شوربه الكرنب الحارقه دي بنسمعها، يعني انا اول مره اسمع كلمه شوربه الكرنب من المرضى عندي، فما فيش حاجه كده للاسف. الفكره يا دكتور انا بلاقي ناس تقول انا جربت ده ولقيته هو تمام، فتمام ازاي؟ تمام، علشان هو جاب معاها نتيجه، ممكن يكون الشخص ده عنده اصلا شويه ميه زياده مش شويه دهون، ممكن يكون عنده مثلا هو خس عضلات ما خسش اصلا دهون. دي قصه برضو هنعرفها على مدار الحلقه ان شاء الله. هنعرفها بقى قصه ان هو يحرق عضلات، دي بتبقى حاجه كبيره طبعاً. طب خلينا بقى زي ما رحنا للفطار نروح للعشاء. اقاويل كتير بقى عن العشاء، واني اخد زبادي بليمون كده اللي هي عصره ليمون على كوبايه الزبادي. تمام. طيب هو الزبادي بالليل كويس، هو دايما احنا بنتجه للعشاء ان هو وجبات تكون خفيفه، ما تكونش وجبات فيها نشويات او كربوهيدرات، علشان احنا بناكل وبننام، ودي سبب من اسباب ان بعض الرجاله واغلب الرجاله بترجع من شغلها اليوم كله بره، فبترجع تاخد الوجبه الاساسيه مليانه كربوهيدرات مليانه نشويات، بعد كده يرجع يخلص الاكله بتاعته، يرجع ياخد طبق فاكهه كمان، فهو زود نسبه السكريات اللي داخل الجسم، فطبيعي بعد كده يدخل ينام، يصحى تاني يوم يروح شغله، الاكل كل اللي اكله ده راح فين؟ اتخزن للاسف، فطبعا دي حاجه مش كويسه. واكتر حته بيتخزن فيها عموما الدهون هي اكتر نقطه ضعيفه، بتختلف من شخص للتاني حسب شكل الجسم بتاعه. يعني ايه بقى يا دكتور النقطه دي؟ شكل الجسم يعني انا مثلا دايما المنطقه اللي فيها دهون هي المنطقه الضعيفه اللي في الجسم، يعني ما ينفعش يبقى عندي كرش والدهون مثلا هتلاقينا دايما الدهون بتكون في الكرش اكتر او بتروح ناحيه الكرش اكتر. الكرش طبعا ليه اسباب تانيه يعني، ولكن الدهون هي لما بتروح هناك هتزود لي نسبه المنطقه نفسها، وتبقى عندي كمان سمنه موضعيه اكتر في المنطقه دي. طيب خلينا نروح للنقطه اللي احنا لسه قايلينها، حرق العضل مش حرق دهون. طيب. الناس بتفرح قوي انا نزلت بس ما بيبقوش عارفين ان هم بينزلوا عضلات. بالظبط، هي دي نقطه طبعا أسوأ حاجه ان احنا ننزلها هي العضلات، وافضل حاجه نخسرها على مدار فتره الدايت هي الدهون، دي افضل حاجه بنخسرها عموما يعني. لكن حته ان اخسر عضلات دي صعبه جدا ومش صح، لان فيما بعد لما هوقف الدايت تاني او هوقف البرنامج القاسي اللي انا ماشي عليه هرجع تاني، اول حاجه اللي هتتبني في الجسم هي العضلات اللي باظت او العضلات اللي اتفقدت، فنرجع تاني الوزن يزيد، ودي بتبقى مشكله مقابله كل الناس اللي بتخس وترجع تاني تقول انا رجعت بزياده كمان.